السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم في برنامجكم اليومي ترحيب اللي نعيش فيه مثل هذه اللقطات اللي نشاهدها مباشرة من مهرجان الربيع 2017 من سوق واقف وسوق الوكرة وغيرها من الفعاليات اللي نشوفها معاكم اليوم، وأيضا تشاهدون هذه التغطية عبر قناة الريان الأولى وأيضا قناة الريان الثانية لفعاليات المهرجان. نعم يا صباح، نقول مساك الله بالخير ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وكذلك مستمعي قناة الريان الأولى عبر موجة 97 FM وأيضا الريان الثانية عبر 98 FM. وفي حلقتنا الليلة راح نتواصل فيها إن شاء الله الإطلالة على الفعاليات ومهرجان الربيع من خلال نديب قناة الريان متواجد الآن في سوق واقف وأيضا سوق الوكرة. صحيح يا خالد، أيضا متعرف على استعداد وزارة المواصلات والاتصالات لتنظيم النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات كتكم 2017. نعم صباح، وأيضا راح نسلط الضوء على اختتام مركز قطر للتطوير المهني لفعاليات المخيم المهني الشتوي 2017. هذا وبالإضافة إلى العديد من الأنشطة واللي تشهدها بلادنا الحبيبة في هذا الوقت. كالعادة خالد، نعم. في ترحيب نحاول نغطي أغلب الفعاليات اللي تصير في قطر ونحاول نلخص ونسوي موجز لكم في هذا البرنامج يوميا من الساعة 7 إلى الساعة 8. وأيضا نقول لكم أن بإمكانكم مشاهدة إعادة ترحيب على قناة الريان الثانية الساعة 9 المساء أو حتى في الأوقات الأخرى الموجودة في الإعادة لبرنامج ترحيب. البداية مع فعاليات مهرجان الربيع في سوق واقف واللي بيعرفنا على أجواءها أخوي علي النعمة المتواجد في سوق واقف. مساك الله بالخير يا علي، وعطنا أجواء مهرجان الربيع اليوم. أمسي عليك بالخير أخوي صباح، وأمسي على أخوي خالد ومشاهدين ومستمعين قناة الريان، مستمرين معاكم في نقل فعاليات مهرجان ربيع قطر 2017 من سوق واقف وأيضا سوق الوكرة. كانت عندنا فعاليات كثيرة اليوم من سوق واقف، بدأت في الساعة الرابعة مساء اليوم، كانت الفرق الشعبية الخليجية والعربية والقطرية في سوق واقف. أيضا إدارة سوق واقف وإدارة المهرجان ما ننسوا فعاليات حق عيالنا، كانت فعاليات عروض الدلافين وأيضا فعاليات الألعاب للأطفال كانت في ساحة الأحمد. أيضا إذاعة صوت الريان اللي ترعى المهرجان الغنائي الكبير راح يكون معنا الفنان القطري منصور المهندي، أيضا من العراق ماجد المهندس، المفاجأة الكبيرة لهم. أيضا عندنا إحنا قناة الريان ما خلينا جمهورنا ولا خلينا أيضا متابعينا، أيضا برنامج المسابقات اللي متواجد في باركن سوق واقف. فعالياتنا كثيرة وأيضا زوارنا وعوائلنا وأطفالنا المستانسين كثار معنا. خلنا نأخذ أحد أراء زوارنا معنا من قطر، نقول لك يا أهلا مرحبا فيك على قناة الريان. مساكم الله بالخير والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله على جهودكم على تغطياتكم للفعاليات بيض الله وجهك 2017 قطر، وقطر كل الخير وكل الأمان وكل الرفاهية ولله الحمد. تعرفنا باسمك وتعرفنا اليوم شو اللي عجبك اليوم في سوق واقف؟ إن شاء الله أخوكم عبد الصمد العمادي. إن شاء الله ما عليك زود يا أخوي. الحمد لله كل شيء يعجبنا، وما كل سنة عن سنة نشوف تطور وأشياء للأفضل وللأحسن ولله الحمد. الحمد لله. الحمد. أنت اليوم جاي مع عليها، شنو شفت الفرق الموسيقية وأيضاً الألعاب المتواجدة معانا؟ والله كلهم العيال ما شاء الله كبروا ما حبوا الألعاب الأصغر من سنهم، فالحمد لله درنا وتغدينا هني وبنتعشى هني إن شاء الله. مثل ما قلت لك أخوي أنا والسوق واقف 43 سنة وأنا في هالسوق ما شاء الله. الحمد لله يوم عمري 10 سنين في هالسوق الحمد لله. أنا الحين بسألك سؤال مهم، شو الفرق بين سوق واقف قبل دامك من عيال هالسوق، شو الفرق بين سوق واقف قبل وسوق واقف الحين، شو اللي يفترق؟ واقف قبل حق البيع والشراء، حق البيزنس مثل ما يقولون، الحين صار مكان مثل ما تقول أوبن مول، يعني أوبن مول ما شاء الله الكل، يعني كنا نشوف قبل هالخليج في السوق ونادر، الحين نشوف كل الجنسيات من كل دول العالم، سواح من كل مكان الحمد لله، والحمد لله رب العالمين سواح من كل مكان كل جنسيات، يعني افتقدنا اللغات الأوروبية كلها تلقاها أنا كوني في السوق فأحتك مع كل الجنسيات، والحمد لله ناس مؤدبين محترمين نفسهم، لأن الحمد لله الاحترام موجود لهم كونهم سواح في بلاد امن وامان ورفاهية، الاحترام موجود لهم وهالقطر كلنا ان شاء الله. بعد ناخذ راي عيالك. تفضل حبيبي. عرفنا باسمك، شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله، ايش حبيت اليوم في سوق واقف؟ من
المسرحيات اللي موجوده. حلو. والاغاني موجوده يعني، والحفلات اللي بتيجي بعدين، ويعني المكان نفسه نقدر نتمشى فيه وايد. مستانس عبد الله؟ ايه. مستانس؟ ايه. شو تقول حق ربعك اللي معك في المدرسه واللي في الفريج؟ قول لهم حياكم سوق واقف. حياكم سوق واقف في كل فعاليات ومناسب مني، حياكم الله. بيض الله وجهك. نعم مشاهدينا الكرام، هذا كان ما عندنا احد زوار سوق واقف اللي كنا معاهم وتكلمنا من هالقطر. ايضا خلينا نشوف بعد بعض الاراء زوارنا من دول مجلس التعاون الخليجي اللي مشرفينا واللي قاعدين معانا في سوق واقف وقاعدين نتكلم معاهم. تعرفنا اول شيء باسمك؟ عبد العزيز عثمان الغامدي من المملكه العربيه السعوديه. والنعم سبت انعام بينك وبين ربعك واخوانك. اخوي عبد العزيز، ايش رايك فعلا في سوق واقف؟ والله حقيقه سوق واقف غني عن التعريف، والناس القائمين عليه يشكروا جدا حقيقه. ترتيب يعني مقابله جدا ممتازه مع الناس اللي موجودين هنا حقيقه، ونشكرهم صراحه. بين ربعك واخوانك واهلك الله يسلمك، جاي بروحك ولا مع العائله؟ والله جاي بالعائله طال عمرك. شلون الاهل استانسوا اليوم في الفعاليات الموجوده؟ والله فعلا الحمد لله، احنا ككبار استانسنا قبل الصغار حقيقه، تشكر والله. اليوم كانت معنا الفرق الممكن، الفرق السعوديه، شافوها اطفالكم؟ شفتها انت؟ صحيح. نعم نعم، الفرقه تعتقد مكه او جده. نعم. يا هلا مرحبا بك بربعك واخوانك الله يسلمك. الله يطول عمرك، وفرصه سعيده حقيقه ان شفناكم واخوان واهل واحباب ان شاء الله. امين يا رب. الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام، مثل ما شاهدتم زوارنا من قطر وايضا زوارنا من دول مجلس التعاون الخليجي، وايضا عيالنا وايضا العوائل اللي مشاركه معنا صراحه من بسطين، واليوم مستانسين بالفرق الشعبيه اللي متواجده معنا، ايضا الفعاليات، فعاليات ربيع قطر 2017. هذا ما عندي، نرجع لكم في الاستديو. شكرا لك يا خالد. عفوا علي، خالد بقلبي. خالد الله يسلمك، مشتاق لك من زمان عنك، اشتقت لك العافيه الصباح. ساعه مباركه خالد وعلي كلكم واحد. وايضا مشاهدينا الكرام، شفنا هذه اللقاءات ونحيي ونرحب كل اخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي في بلادهم قطر. يا مرحبا وسهلا فيهم. اذا اعزائي المشاهدين، نبقى وياكم في فعاليات مهرجان الربيع، ولكن اليوم معاكم بنكون من سوق الوكره واللي تنظم فيها الكثير من الانشطه والبرامج اللي لاقت ايضا اعجاب واستحسان الجمهور. اكيد الصباح. سوق الوكره اللي يعتبر اضافه لفعاليات نعم. مهرجان الربيع. خلينا نتعرف على الفعاليات الموجوده هناك مشاهدينا الكرام مع اخوي غانم العلي. غانم مساك الله بالخير، وعرفنا على الفعاليات الموجوده عندكم في سوق الوكره. يمسيك بالنور يا ابو ربيعة، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام من سوق الوكرة في سادس ايام مهرجان الربيع. هذا السوق الجميل جدا المطل على البحر اللي يحتوي في جعبته في هذا الفصل الجميل، او في هذا المهرجان الجميل وفصل الشتاء في نفس الوقت، فهذا الجو البارد الاوبريت الغنائي الموجود على سيف الوكرة، في نفس الوقت الفعاليات ايضا والعروض الترفيهية الترويجية لمهرجان الربيع. ما بطور عليكم، خلونا نشوف ضيوفنا واللي هم صغار في بداية الأمر، نبدأ فيهم ونشوف سوق الوكرة ومهرجان الربيع أيضا في سوق الوكرة. شلون كان؟ شو اسمك؟ شيخة. شو اسمك؟ قادر إن شيخة بعد برد أسألك مرة ثانية، مستانسة في سوق الوكرة شيخة؟ شفتي في سوق الوكرة؟ شفتي الأوبريت اللي كان مساء على البحر؟ كان حلو؟ ولعبتي في الألعاب اللي موجودة عند الباب؟ لعبتي وايد ولا شوي؟ شوي. انزين ايش بتسوين بعد الايام الجايه؟ بتين بعد ما سوق الوكره ولا بتروحين سوق واقف ولا ايش بتسوين؟ طيب بتين انت في اجازه الحين صح؟ في اي صف؟ صف في الروضه. في الروضه لين الحين، وحين عندك اجازه صح؟ يعني ما شاء الله ما عندك شيء، لازم تين كل يوم سوق الوكره تلعبين في الالعاب صح ولا لا؟ صح. الله يحفظك ان شاء الله يا شيخه. وناخذ اللي على اليمين، شو اسمك؟ جوهرة. يا هلا يا الجوهرة، مستانسة هني في سوق الوكرة؟ ايه. شو ش- ش- اللي شفتي في سوق الوكرة؟ وين رحتي؟ شفتي الأوبريت الغنائي؟ شفتيهم اللي كانوا على البحر مساعة اللي يتكلمون عن الغوص؟ حبيتي الفكرة اللي كانت تتكلم عن الغوص؟ فهمتي؟ حلو. ورحتي الألعاب اللي هني لعبتي؟ لا شوي بروح. بعد شوي بتروحين؟ عيل ما بطول عليك، روحي لعبي الحين، بس أنتي مستانسة هني في سوق الوكرة صح؟ أكيد. الله يحفظك إن شاء الله. وناخذ هالولد البردان، تعال يا مرحبا، شو اسمك؟ رسلان. رسلان بردان يا رسلان، ما شاء الله متلثم بالشال، مستانس بسوق الوكرة؟ تعال تعال حذاي، تعال عط الكاميرا وجهك، مستانس بسوق الوكرة؟ ايه. وايد ولا شوي؟ وايد. وايد؟ قولي وايد.
وايد. ايه كفو، رحت الالعاب؟ ايه. لعبت في الالعاب؟ ايه. وايد ولا شوي لعبت؟ وايد. كل الالعاب لعبت فيها؟ ايه. ما شاء الله عليك، شفت الاوبريت الغنائي اللي كان موجود؟ ايه. استانست وانت تشوفه؟ ايه. بتسوي انت اوبريت بعد عن الغوص ولا لا؟ بتشارك وياهم؟ ايه. ان شاء الله السنه الجايه تشارك وياهم. وقابلك كنت واحد من اعضاء الاوبريت الغنائي، من اعضاء فرقه الاوبريت. ايه. خلاص اتفقنا؟ الله يحفظك يا رسلان. ما زلنا ايضا مشاهدينا مستمرين في حديثنا عن مهرجان الربيع في سوق الوكره. حياك شيخ، تفضل. يا هلا ومرحبا فيك، عرفني باسمك. ناجي مستور الغامدي من السعوديه، من خبر. يا هلا ومرحبا باهل السعوديه. سوق الوكره ومهرجان الربيع، شو اللي شفته في سوق الوكره؟ ما شاء الله شفنا كل خير. اول شيء ما شاء الله المكان مره كويس، الفعاليات ممتازه جدا، خاصه مع هالشتاء ومع هالوقت الشتوي او الربيع خلينا نقول، الا ان انبسطنا بصراحه. كانت الفعاليات كلها حلوه، كان الحضور يعني ما شاء الله ممتاز الى حد ما. الشيء الحلو الاكثر حلاوه بصراحه في طريقه العرض وفي الاشياء القديمه اللي تمثل التراث القطري العريق اول شيء بصراحه، واللي اثبتت الدوحه يوم بعد يوم انها محتفظه بالهويه حقتها بس بطريقه جديده وبطريقه يعني فعلا نرفع لها الكبوس يعني. نعم، يعني نقدر نقول ان اكثر شيء نال على اعجابك هو المظهر التراثي القديم. صحيح. اللي صحيح. يظهر في سوق الوكره وحتى في سوق واقف. اي دائما يعني من اول ما تدخل قطر سواء كان من منفذ بري او منفذ بحري تجد بصراحه الهويه القطريه اللي فعلا محتفظه بالهويه زائد الحداثه في الموضوع بصراحه في كل شيء سواء كان في مول في مطار في شوارع ما زالت الهويه يعني الثيم القطري محتفظ فيه ومطوره سنه بعد سنه ما شاء الله. نعم. ان شاء الله نقدر نقول يعني المهرجانات الجايه بتكون موجود فيها ان شاء الله. والله احنا ما نترك بصراحه يعني المسافه يعني قريبه بين السعوديه وبين المنطقه الشرقيه والدمام وقطر وما نتركها بصراحه دائما سواء كانت صيفيه او شتويه. نعم، بيض الله وجهك يا اخوي ويا هلا ومرحبا بك في بلادك. شكرا لك، الله يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي من سوق الوكره في تغطيتنا الحصريه، تغطيه قناه الريان لمهرجان ربيع سوق واقف. شفنا الاطفال، شفنا الصغار، شفنا فرحتهم وناستهم، خليناهم يعبرون على الشاشه وخذنا الكبار وايضا خذنا رايهم وخذنا في نفس الوقت الاشياء الجميله اللي عجبتهم سواء في سوق الوكره او حتى ايضا في سوق واقف، لكن بشكل عام عن مهرجان الربيع هذا اللي موجود عندي. ننتقل لسيدة ترحيب. ما قصرت يا غانم، شكرا لك وايضا شكرا لضيوفك الكرام. ونذكر مشاهدينا الكرام ان مهرجان الربيع 2017 مستمر الى تاريخ 3 فبراير في سوق واقف وايضا سوق الوكره ان شاء الله، واهم الفعاليات الموجوده مستمره معاكم طول هذه الفتره باذن الله تعالى. اذا اعزائي المشاهدين هذا وفي نفس الاطار نشوف هذا التقرير العام عن الفعاليات واجواء الزوار في سوق واقف وايضا سوق الوكره مثل ما قال صباح واللي جاوب من داخل وخارج الدوله لمتابعته. الله يحييهم. يا مرحبا. وسط أجواء احتفالية في سوق واقف وسوق الوكرة يستمتع الزوار من مختلف الفئات والأعمار بالعروض والفعاليات المتنوعة ضمن مهرجان الربيع الذي يتواصل حتى 3 من شهر فبراير المقبل. وقد أعد سوق واقف للمهرجان هذا العام جملة من العروض والفعاليات الشيقة والموجهة لكافة أفراد الأسرة، حيث بات السوق يعد عنصراً رئيسياً من عناصر الجذب السياحي في الدولة. وتشهد فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف إقبالاً متزايداً من السياح القادمين من دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية، ويقدم المهرجان عشرات العروض التي تم تصميمها لتناسب كافة الأعمار والشرائح. مهرجان الربيع هذا العام تميز كذلك بالفعاليات المتنوعة
يقدمها سوق الوكرة، حيث أضافت تنوعاً كبيراً للمهرجان، ومنحت زوار هذا السوق باقة متنوعة من العروض الفنية والفعاليات التي تناسب مختلف الأعمار. وقد تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال داخل السوق، فيما شهدت الواجهة البحرية للسوق تقديم العديد من العروض التقليدية المحلية إلى جانب العروض البهلوانية التي قدمتها فرق عالمية. جاي سياحة لقطر، أول مرة أجي السوق الوكرة. عجبني في الوكرة يعني بساطة المكان وشكل المكان، يعني تراثي يحث عن الماضي الشعب قطر. زرنا سوق الوكرة أول مرة، لكن سوق واقف زرناه مرتين، والأجواء حلوة وزادها الحلا الأجواء الجميلة والأمطار هذه اللي واجهناها هنا في سوق الوكرة وفي قطر كلها. ما شاء الله معلم تاريخي وروعة، وما شاء الله عليه تبارك الرحمن، أشوفه ما شاء الله تبارك الرحمن كلها عوائل. والله زين، شفت الاحتفالات زينة واستمتعت بالاحتفالات. اللي عجبني في السوق التراث والمهرجانات، كل شيء عجبني. عجبتني المهرجان، وعجبني السوق، وعجبني الألعاب، وعجبني كل شيء. أجواء عائلية مميزة طبعت مهرجان الربيع في سوق واقف وسوق الوكرة، وجعلت من هذا المهرجان حدثاً سنوياً أساسياً على أجندة السياحة العائلية في منطقة الخليج العربي. شفنا مشاهدينا الكرام هذه الفعاليات، واحنا نذكركم ان قناة الريان مواكبة لهذه الفعاليات من خلال تغطية مباشرة على قناة الريان الثانية من الساعة 4:30 المساء لين الساعة 9 المساء، وعقبها نكملها في تغطية الحفلات الغنائية الموجودة في سوق واقف. نروح معاكم الى فاصل ونرجع نكمل من بعد برنامج تراحيب، انتظرونا. مرحبا ومسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، ومن أجواء مهرجان الربيع الممتعة ننتقل إلى إعلان وزارة المواصلات والاتصالات عن تنظيم النسخة 4 من معرض ومؤتمر قطر للتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017 6 و8 مارس المقبل تحت شعار قطر نحو مستقبل ذكي. صباح. نعم، قطر نحو مستقبل ذكي، هذا الشعار اللي بنتعرف عليه أكثر، وبنتعرف أيضا على هذا المؤتمر من خلال ضيفتنا في استديو تراحيب السيدة ريما المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات. أخت ريم، يا مرحبا بك في برنامج تراحيب. يا مرحبا بك. الله يحييك. مرحبا ومسهلا. أخت ريم، في البداية ودنا نتعرف عن هذا المعرض، لو تعطينا نبذة عن معرض قطر للتكنولوجيا المعلومات. طبعا معرض قطر للتكنولوجيا المعلومات كيتكوم هو يعتبر أكبر فعالية رقمية في قطر،
وفي الشرق الأوسط اللي تسلط الضوء على حلول المدن الذكية. نعم. طبعا لا يخفيك في كثير من المعارض في المنطقة، ولكن نفخر بأن يكون هذه المعرض من أهم المعارض اللي راح تستضيف الكثير من حلول المدن الذكية. نعم. وإن شاء الله راح يقام من 6 إلى 8 مارس على قاعة قطر للمعارض الدولية، وراح نستضيف أكثر من 90 شركة عارضة. على 15,000 متر مربع. بيكون معانا عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة. المحلية والدولية. كذلك نفخر أن عندنا أكثر من 35 شركة ناشئة، وما شاء الله العدد في الزياد مستمر. وتوصلنا كثير من الطلبات المحلية والخارجية على المشاركة في هذا المعرض. أختي ريم، يمكن المؤتمر يعني من سنة لين سنة نشوف فيه تطور كبير، سواء من خلال العارضين أو من خلال الأهداف اللي دائما تسعون لتحقيقها في هذا المؤتمر. لكن خلينا نتكلم عن هذا المؤتمر والأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال مؤتمر كتكم 2017 كوزارة مواصلات وأيضا اتصالات. طبعا هذا المؤتمر من إقامته وإنشائه هو يحرص دائما على أنه يركز على تعزيز التنوع الاقتصادي في قطر. نعم. وتعزيز سوق التكنولوجيا. جميل. والصناعة الرقمية. ما اختلفنا عن هذا الهدف منذ إنشائه، ولكن نزيد ونتطور في الأهداف وطريقة تحقيقها. من الأهمية والأهداف اللي نركز عليها أن نعقد شراكات محلية ودولية علشان نعزز من قوة السوق عندنا. وكذلك نعزز من الدخل الاقتصادي من الصناعة الرقمية. كذلك نسعى أن نصب الأنظار على قطر، على أن السوق المحلي عندنا قادر على أن يواكب التطورات اللي تشهدها قطر في الحاجة التكنولوجية. فهذه من أهم الأهداف اللي احنا نصب فيها. نعم. احنا لما نتكلم عن ما يميز هذا المؤتمر عن النسخة السابقة أختي ريم، نعرف أن في أيضا فعاليات مصاحبة لهذا المؤتمر، فيا ليت نعرف وش الفعاليات أو الخدمات أيضا الجديدة اللي يمكن يطرحها هذا المؤتمر بالنسبة لي يعني الشركات الجديدة اللي موجودة عندنا بالدوحة، صغار المستثمرين، المستثمرين اللي جاي من خارج الدوحة. يعني ودنا نتعرف أكثر شوي على هذا المؤتمر. أكيد. شعارنا في هذه النسخة قطر نحو مستقبل ذكي. نعم. المقصود في الشعار أختي ريم؟ المقصود أن إحنا مركزين على تطور قطر. نعم. بناء دولة قطر الذكية. نعم. نفخر بأن قطر تحققت مراتب متقدمة. ليس فقط في المدن الذكية. إحنا نعرف أن قطر عندها من أهم المدن الذكية لوسيل والمشيرب. إحنا نقول الآن قطر تسعى أنها تكون دولة ذكية. هذه تعتبر من المراحل المتقدمة والسباقة لقطر. أكيد. هذه بناء دولة قطر الذكية، إحنا نقول إحنا قاعدين نعيش المستقبل الآن. إحنا ما راح نبتدي في بناء قطر الذكية، بالعكس إحنا نشهد تطور كبير ونبي نكمل على خطة بناء قطر مواكبة خطتنا في رؤية قطر 2030. نعم. ولكن نريد أن نخطيها بخطة ذكية، وكذلك أن نعزز من دور التكنولوجيا في الوصول لأهدافنا. جميل. أختي ريم، الحدث هذا يتميز بمجموعة من الفعاليات والبرامج المتميزة المواكبة لهذا المؤتمر، شفناها في كتكم السابق النسخة الأولى والثانية والثالثة، النسخة الرابعة من معرض كتكم، شو الجديد على مستوى الفعاليات والبرامج اللي تكون على هامش المؤتمر؟ طبعا أهم شيء عندنا المؤتمر راح يركز على تعزيز مفهوم بناء المدن الذكية وبناء الدولة الذكية باستقطاب عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين. جميل. كذلك عندنا كثير من الفعاليات اللي تركز على تعزيز الابتكار. عندنا فعالية الهاكاثون، هذه من أجدد الفعاليات. فعالية الهاكاثون. الهاكاثون اللي هي مقصود فيها هذه الفعالية؟ مقصود فيها اللي هي مسابقة صناعة الحلول والبرمجيات. هذه طبعا راح تكون من أهم الفعاليات اللي تعزز الابتكار في قطر. راح تصب على ثلاث قطاعات رئيسية اللي هي المواصلات واللوجستية والصحة.
طبعا عندنا ايضا مسرح الابداع، هذه طبعا يفتح فرصه لكل الشركات الناشئه واصحاب الافكار المبدعه. نعم. من المنطقه ومن قطر ومن الدول العالميه. نعم. للمشاركه فيها. طبعا الافكار المبدعه كلها ستنتهي بالاحتضان في حاضنة الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات. نعم. كذلك عندنا البزنس تك، هذه تعتبر منطقة خاصة بكل أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة، بحيث أن نعزز من دور التكنولوجيا في كيفية أداء أعمالهم. أيضا بيكون في إعلان عن حجم استثمار في السوق المحلي، إن شاء الله راح نعلن عن هذه النوع من الاستثمار. بالإضافة إلى أن احنا نعقد الشراكات، راح يكون في دور بارز لعقد الشراكات بين الشركات الناشئة أو مستثمرين. نعم. محليين ودوليين. هذه لأول مرة يحدث في المؤتمر وفي قطر خاصة للشركات التكنولوجية. وأيضا عقد الصفقات بين أصحاب الأعمال وأصحاب الأعمال. وكذلك عقد شراكات بين الحكومة وأصحاب الأعمال. المهم جدا إحنا أيضا نحقق لهم الفائدة ونحقق لهم دور كبير في صناعة التكنولوجيا وتوفير الخدمات. فبيتم عرض الخطط لهم، خطط الدولة، بحيث أنه يكون لهم نصيب كبير في الحصول على هذه. ممتاز. أنا أشوف أن هذه الخطوة إيجابية اختريم، خصوصا لما يكون في دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة داخل الدولة، لأن احنا بالأول وبالأخير نبي نحقق جزء من الاكتفاء الذاتي وإن صح التعبير، جزء من السبلاير يكون موجود هنا عندنا. لما يكون في مثلا مقترحات ولا في مثلا طلبات معينة يتم توفيرها من الموردين المحليين، وإن كان ذلك بالتنسيق مع الموردين. والحلو خالد أن الأخت ريم ذكرت أن راح يكون في اجتماعات بين وأيضا صفقات ممكن أنها تكون موجودة بين رواد الأعمال في هذا المجال والشركات الخاصة وأيضا الشركات العالمية الموجودة. أخت ريم صحيح؟ أكيد. طبعا من أهم الأشياء اللي تحصل عالميا أن الشركات الكبيرة يهمها جدا الشراكة مع الشركات الناشئة. لما نتكلم عن حلول المدن الذكية. نعم. وحلول الدول الذكية، معظم الشركات الناشئة هي اللي تكون عندها القدرة على الابتكار. صحيح. فيحصل كثير من الاندماج أو المشاركة، فهذه الدور اللي راح نقوم فيه. ممتاز. بحيث ان احنا نعزز المشاركة بين الشركات المحلية والشركات الكبيرة. نعم. مع ريادة الأعمال ومع الشركات الناشئة. ممتاز. نعم. المدن الذكية أختي ريم دائما بنائها يحقق التنوع الاقتصادي، وانت ذكرتيه من شوي في حديثك في البداية، لكن إلى أي مدى ممكن يساهم هذا البناء واستخدام التكنولوجيا في مسألة التنوع الاقتصادي وأيضا مسألة تطوير الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة؟ بالتأكيد أن المدن الذكية أو حتى تطوير القطاعات الذكية، أي منظومة ذكية هي لها عائد اقتصادي كبير. صحيح. من ناحية توفير كوست على أيوة توفير في التكاليف بيكون. نعم. بشكل كبير، وأيضا نقول يعني مضاعفة الأداء والتميز في الأداء. نعم. فهذه هي من الأشياء الرئيسية اللي احنا نسعى إلى تسليط الضوء عليها، أن كافة الأهداف اللي رصدت للقطاعات المختلفة راح تكون أهداف سهلة التحقيق وبتكون أسرع باستخدام تكنولوجيات كثيرة متنوعة ومتعددة. وبعد احنا نركز ايضا ان قطر ان شاء الله راح يكون لها دور بارز في تعزيز الابتكار للحلول التكنولوجية اللي تحتاجها الدولة. فاحنا ما نسعى فقط الى ان مجرد نفكر في توفير هذه التكنولوجيات. صحيح. ولكن نريد نسلط الضوء على قطر، ان قطر هي مركز للابتكار ايضا. ممتاز. طيب لما نتكلم عن نتائج هذا المؤتمر يعني في النسخه الرابعه، وش النتائج الايجابيه اللي حققها هذا المؤتمر يعني، او اللي بيعتمد على تحقيق هذا المؤتمر يعني؟ هل رصدتوا اهداف مثل كل سنه؟ حطيتوا مقاييس وجب تنفيذها؟ حطيتوا مقترحات راح يتم مناقشتها؟ وش اللي راح يتم في هذا الصدد؟
أكيد المؤتمر كتكم في هذه النسخة الرابعة راح يكون مثل ما كان العهد السابق. نعم. إن إحنا نطلق مشاريع وبرامج واستراتيجيات الدولة. هذه المنصة هي اللي تعزز دور القطاع في التعرف على رؤية قطر، في التعرف على البرامج الجديدة وين تتجه استثمارات الدولة. طبعا بيتم الكشف عن هذه البرامج، بيتم كشف عن المشاريع، وكذلك بيتم عمل اللقاءات المطلوبة بحيث أن نعزز شراكة القطاع الخاص في مشاريع الدولة. صحيح، أتمنى لك كل التوفيق أختي ريم. لكن قبل ما نختم معك حوارنا، كلمة أخيرة توجهينا من خلال البرنامج ترحيب للأشخاص المستثمرين في التكنولوجيا وتدعونهم أيضا للحضور المؤتمر تاريخ 6 و7 و8 من مارس. يهمنا جدا حضور جميع المستثمرين. نعم. أصحاب الأعمال والتكنولوجيين. نعم. لأن فعلا راح يتم إطلاق مشاريع كثيرة. نعم. راح يتم إطلاق رؤية المستقبل قطر الذكي. هذه المشاريع راح يكون لها فعلا عائد اقتصادي كبير. نتمنى أن الكل يكون معنا ويعزز من بناء قطر الذكية. ممتاز، وإحنا أيضا نشكرك على حضورك معنا اليوم في الاستديو. شكرا على حضورك السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا، شوفكم في اللقاء. شكرا لك أختي ريم. مشاهدين الكرام، إحنا متواصلين معاكم في ترحيب، لكن بنروح إلى فاصل وبعده بنتابع. بنك قطر للتنمية يعلن عن إطلاق برنامج الاستثمار الرأسمالي. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. ننتقل الآن وياكم لاختتام مركز قطر للتطوير المهني فعاليات المخيم المهني الشتوي لعام 2017. وطبعا اشتمل المخيم على مجموعة من ورش العمل استمرت على مدار 5 أيام، وهدفت إلى صقل مواهب الشباب وأيضا تطوير قدراتهم المهنية والشخصية منها. صباح أكيد يا خالد. الحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع، يسرنا أن نستضيف معاكم في برنامج ترحيب السيد شاهين الصليطي، كبير مسؤولي العمليات في مركز قطر للتطوير المهني. شاهين يا مرحبا بك، شرفتنا في برنامج ترحيب. يا اهلا وسهلا فيك. مرحبا وسهلا فيك، حياك الله في ترحيب. شاهين، في البدايه يا ليت لو تطلعنا على تفاصيل المخيم المهني لعام 2017 وكم تقريبا عدد المنتسبين لهذا المؤتمر. ان شاء الله. المخيم هو تقريبا بدا في سنه 2015. المخيم عددنا له إعداد المخيم الشتوي جيد من ناحية تصميمه كبرنامج يتوافق مع تقديم بعض المهارات أو اكتشاف المهارات للطلاب المرحلة الإعدادية، وكان يقدم بعض الورش والزيارات الميدانية اللي فيها ممكن احنا نخلي الطالب يكتشف نفسه من خلالها. ممتاز. زين شاهين، يعني احنا سمعنا ان هذا المؤتمر والمخيم المهني دائما انتم تقومون في تنفيذه، شنو هي الفائدة المرجوة من خلال هذا المخيم الشتوي وايضا الفائدة للطلاب المشاركين فيه؟
طبعا الطلاب في المرحله الاعداديه يكونون اكثر اندماجا في الدراسه وانهماكا في الدراسه بدون ما يفكرون لمستقبلهم. فالمهارات اللي نكسبها حق او يكتسبها الطالب من هذا المخيم انه اول شيء يكتشف قدراته ويكتشف نفسه ويكتشف ميوله، وبالتالي يتم يحدد مساره المهني، وبالتالي يحدد مساره الاكاديمي، وبالتالي يحدد مهنه المستقبل. نعم. ويحط خطه بسيطه او خلينا نقول مبدئيه يوصل فيها حق هدفه المهني. صحيح. نعم. شاهين، لو نتكلم شوي عن الورش اللي تقدم لهؤلاء الطلاب المنتسبين لهذا البرنامج اللي دائما نشوف كل سنه قاعد يعني يقام بطريقه مختلفه وفي فكره ابداعيه في بعض الاحيان، ولكن وش نوعيه الورش اللي تقدم لهم؟ من هي الفئه المستهدفه؟ من هم القائمين على هذه الورش؟ يعني ودنا نعرف معلومات اكثر. صحيح، احنا ما حبينا نكثر الورش في هذا المخيم، فاقتصرنا على ورشتين رئيسيتين في بدايه المخيم وفي الختام. ورشه البدايه كانت بعنوان او خلينا نقول اكتساب مهارات النجاح، شلون نعطيهم شلون يخطط انه لنجاحه في المستقبل. لا. اما في الختام عباره عن ورشه اكتشف مستقبلك. فيها نسوي فيها ربط ما بين اجزاء المخيم كامله، سواء كانت ورش او حتى زيارات ميدانيه. نعم. لو تحدثنا عن المخيم نفسه شاهين، برايك شنو هي اهميه هذا النوع من المخيمات خاصه للطلاب في هذه المرحله؟ يعني احنا نتكلم عن المرحله الاعداديه، مرحله يعني 16 او 15 سنه تقريبا، 12 الى 15 سنه في المرحله الاعداديه، اهميه تحديد مستقبلهم. يمكن الناس البعض يقول من وهل انتم ماخذينهم كذا، لكن اهميه تحديد يعني الخط المهني اللي راح يمشي فيه الطالب في هذه الفتره. صحيح، هو سؤال جيد. احنا نقول يعني مثل ما تفضلت ان المرحله الاعداديه هي مرحله جدا مبكره في التخطيط حق المستقبل. نعم. لكن لو خلص الطالب المرحله الاعداديه ولقى نفسه في المرحله الثانويه وهو مش عارف سوق العمل ومش مستعد، فهذه بتكون ازمه. عشان هالشكل احنا خططنا لهم البرنامج بشكل خلينا نقول زيارات ميدانيه، او خلينا نقول بشكل ترفيهي اكثر من هو شكل تعليمي. نعم. الزيارات لعبت دور كبير في اكتشاف الطلاب نفسهم. وين كانت الزيارات شاهين؟ الزيارات كانت حق لمدينه لوسيل ومتاحف مشيرب ومطار حمد الدولي. طبعا احنا اختار كان فيها الزيارات، يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم عن مطار حمد الدولي، يعني شو اللي كان فيها هذه الزياره؟ مطار حمد الدولي كبوابه لدوله قطر، صرح جدا كبير، في 45,000 وظيفه مختلفه، فكان من الضروري ان احنا ناخذ الطلاب نطلعهم على مجموعه الوظائف اللي هناك. لو تطلع حق مطار حمد الدولي بتلاقي تعاون ما بين عده مؤسسات حكوميه وخاصه وتجاريه. نعم. في عشان ادارته. خلينا نقول مثلا اذا اخذنا على سبيل المثال وزاره الداخليه عندها ادارتين مهمتين. صحيح. مثل اداره الامن، امن المطار، واداره الجوازات، الجمارك. نعم. ايضا الخطوط القطريه، الطيران المدني. الطيران المدني. نعم. فبلشت خلينا نقول برزنتيشن بسيط من مطار حمد. زارونا في مقرنا او في مقر المخيم في جامعه عبد المنعم خليفه، عرضوا من عندهم البرزنتيشن الخاص فيهم حق الطلاب، كان جدا محفز. وبعدها رحنا الى زياره ميدانيه للمطار نفسه عشان يشوفون الاقسام بعيونهم على الواقع. بالضبط. جميل جميل. نعم. طيب شاهين، انا ودي اسالك اكثر، يعني المشاركين من هؤلاء يعني يمكن اعمارهم تقريبا ما دون ال 15 سنه. صحيح. ولكن لما تجي تتكلم معاهم عن الواقع مثلا اللي يمر فيه سوق العمل والفرص المتاحه وماهيه المؤهلات العلمية اللي يتوجب عليهم، أحس أنه ساعات يمكن يعني يشوفون الأمر يمكن بعيد عن الواقع، لأن الواحد لين الحين في أحلام ما بين الطفولة ما قبل ما بين الطفولة ومرحلة النضج، فأعتقد أنه يكون يمكن الأمر صعب عليهم. ولكن كيف يتم توجيههم أنه والله سوق العمل محتاج مثلا المهندسين ولا الطيارين ولا الأطباء؟ ما هي آلية التوصيل لهذه المعلومات؟ صحيح، احنا ساعات احنا نشوف طالب يك يقول لك أنا والله بصير ضابط نفس أبوي ولا دكتور. نعم. أبوي. فلما أنا أخذه إلى زيارات ميدانية حق يغير رأيه، فيشوف أن هالمدن أو خلينا نقول لوسيل
تخيل شافوها مدينة بادنية من الصفر عقب 5 سنين بتشتغل بكامل طاقتها. فيشوف نفسه في المستقبل هو فوين. فتصير حفيظته بتصير له بعض التساؤلات، يسأل أبوه، يسأل المرشد الأكاديمي عنده في المدرسة، يسأل يروح يسوي له سيرتش في النت. هذه من الفعاليات اللي والزيارات اللي عندكم بالضبط هذه لمدينة لوسيل، وكانت زيارة تحت التنل. التنل خلينا نقول مدينة لوسيل هي مدينة تقوم على التنمية المستدامة، ففيها كل الخدمات تحت الأرض، فكان بالنسبة حق الطلاب خدمات شيء البنية عجيب. التحتية البنية نعم. التحتية نعم فكان بالنسبة لهم شيء عجيب، وقلنا لهم يعني ما تقوم ترى على مجموعة تخصصات صحيح هندسية، وهذه مشيرب. نعم. مشيرب وايد انبسطوا فيها لأن ربطوا الماضي بالحاضر. بالحاضر نعم صحيح. بالحاضر وخاصة المتاحف الموجودة. بالضبط، وفيها تخصصات ثقافية قطيناها كثير، والشباب في المتاحف ما قصروا، كان البرزنتيشن مالهم جدا سهل وممتع كان. نعم. طيب شاهين، أنا ودي أسألك الآن، يمكن إحنا نعرف الناس الآن في فترة إجازات، في أهالي الآن موجودين في الفعاليات الموجودة في سوق واقف ولا الوكرة أيضا، ولكن البعض منهم وده يستفيد إنه يقول والله أنا ولدي عنده إجازة ولا بنتي عندها إجازة صحيح. ودي أخليها تشترك في برامج ثقافية ومنها ترفيهية يستفيد منها يعني صحيح. شو ممكن يتواصل معاكم؟ وش الشروط اللي لابد يتم توافرها فيهم عشان ممكن يدخلون معاكم في هذا البرنامج؟ والله العظيم إحنا التواصل عن يعني التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا جداً. وحتى في الويب سايت تسجيل مباشر عن طريقنا وفي بعض الأشياء إحنا منسقينها مع وزارة التعليم مثلاً؟ بدون أي متطلبات، هو يكون طالب من السن الموجودة على حسب السن اللي إحنا نحددها، مثلاً المخيم الشتوي محدد للمرحلة الإعدادية، لكن المخيم الصيفي عندنا أيضاً مخيم صيفي في المستقبل قاعدين في حالياً قاعدين نرتب لحق الصيف بيكون للمرحلة الثانوية. نعم الله يوفقكم إن شاء الله، يطول في عمرك ويكتب لكم كل خير. جميل شاهين إن إحنا نعرف عيالنا ونعرف صحيح. الشباب خاصة في هذه السن على الفرص الموجودة في سوق العمل، وأيضا يتم تأهيلهم وتدريبهم للمستقبل، حتى في النهاية عقب ما ينصدمون بالواقع الموجود، بالعكس أنا أجيبه وأودي يعني أعطيه البرزنتيشن نظريا وأنزله على أرض الواقع ويشوف التخصصات الموجودة بحيث إنه يحدد الخط والمجال ميول اللي راح يدخل فيها في المستقبل. احنا نتمنى لهم كل التوفيق في النهايه، الله يوفقهم ويخدمون بلادهم قطر ان شاء الله، ونوصل كلنا لرؤيتنا الوطنيه 2030. شاهين قبل ان نختم معك ودنا نتحدث عن البرامج المستقبليه للمركز، شنو جديدكم، شنو الفعاليات اللي راح نشاهدها قريب؟ صحيح، ان شاء الله عندنا 3 فعاليات رئيسية قادمة. أول فعالية هي ورشة موجهة لي خلينا نقول موجهة للقائمين على الإرشاد الأكاديمي أو المرشدين الأكاديميين، بتكون إن شاء الله في شهر فبراير لمدة 5 أيام. نعم. للمرشدين الأكاديميين. للمرشدين الأكاديميين. والفعالية الثانية بتكون إن شاء الله في شهر 4. نعم. يوم مهني مفتوح حق الطلبة، وبننظم له زيارات، هو عبارة عن يوم في 3 شركات أو خلينا نقول شركات مهمة في قطاعات الدولة بالإضافة إلى جامعات تعمل برزنتيشن لمدة تقريبا 2 ساعة، كل شركة منهم تأخذ تقريبا 10 دقائق. نعم. وبعدها يكون يأخذوا روتيشن في البوث أو الأجنحة الخاصة بالشركات. نعم. وراح تكون في فرص وراح تكون أيضا في فرص عمل أو الالتحاق بالشركات أو الجامعات، هي عبارة عن توعوي أكثر ما توعوي أكثر توعوي أكثر صحيح. والفعالية الثالثة والأخيرة بتكون نفس المخيم اللي سويناه الشتوي، بس بيكون صيفي لمدة 2 أسبوع. نعم. إن شاء الله موجه للثانوية، يمكن يكون في تغيير في المستقبل، بس حاليا موجه للثانوية. الله يوفقكم إن شاء الله. إحنا في نهاية حديثنا نشكرك أخوي سيد شاهين صريطي كبير مسؤولي العمليات في مركز قطر للتطوير العملي، شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق في الفعاليات القادمة. رزق خير. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، والآن ننتقل وياكم إلى الشأن المالي، حيث عقد بنك قطر للتنمية بمقر الصباح الاثنين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق برنامج الاستثمار الرأسمالي بما تم تسميته إثمار. تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج نشوفه وياكم من خلال التقرير التالي.
عقد بنك قطر للتنمية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق برنامج الاستثمار الرأسمالي إثمار، وذلك بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. اليوم أطلقنا مبادرة جديدة في بنك قطر للتنمية، اسم المبادرة إثمار. إثمار عبارة عن منتج جديد نستثمر فيه في العميل، استثمار يوصل إلى 1,000,000 ريال. الاستثمار هذا يكون عن طريق تعاقد ما بين البنك والعميل. التعاقد هذا يكون عن من قبل البنك بالاستثمار اللي هو بيحطه فيه بالعميل، والعميل يعطي وعد تعاقدي في المستقبل، يقول ان هالمبلغ بيتحول الى اسهم في وقت لاحق في المستقبل. طبعا هالفئه من رواد الاعمال كانت تواجه صعوبات في التمويل، كانت ملموسه، فقررنا ان احنا ندخل في هالمجال عشان نغطي هالفجوه كبنك قطر للتنميه ونساعد في تنزيل العقبات لدخول الشباب القطري الى رياده الاعمال من قبل مساعدتهم في الوصول الى التمويل بشكل سهل. فالمخاطره كلها بتكون علينا احنا كبنك قطر للتنميه اللي طالبينه ان يجينا بفكره مبتكره، واحنا بنساعده حتى في البزنس بلان اللي هو لازم يقدمها لنا عشان ياخذ هالمنتج. يسعى بنك قطر للتنمية من خلال طرح هذه البرامج والمبادرات لدعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم للدخول في مجال ريادة الأعمال والبدء معهم من الفكرة والمراحل الأولى وصولاً إلى مراحل ما بعد التشغيل والإنتاج. على صعيد آخر مشاهدينا الكرام، انطلقت بنادي الريان الرياضي المبادرة الشبابية نمتلك المستقبل، واللي تقوم على بناء جيل قوي يمتاز بالسمات اللازمة لمواجهة معوقات التقدم وأيضا التطور الذاتي والاجتماعي. نعم صباح، وأيضا تسعى هذه المبادرة إلى إنشاء جيل قادر على بناء مستقبله وهو يفيض بحب الوطن والدين وتمسك بالعادات والتقاليد الوطنية أيضا. انطلقت بنادي الريان الرياضي المبادرة الشبابية نمتلك المستقبل، وتتمثل رؤية المبادرة في بناء جيل قوي يمتاز بالسمات اللازمة لمواجهة العقبات، قادر على بناء مستقبله ومفعم بحب الوطن والدين ومتمسك بالعادات والتقاليد الوطنية. وتهدف المبادرة أيضاً إلى رفع مساهمة الشباب في التنمية البشرية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وبناء جيل واعد مسلح بكافة سمات الشخصية البناءة واستقطاب الشباب القطريين للانخراط في العمل الشبابي. يشار إلى أن المبادرة أطلقتها مجموعة من الشباب القطري، وبعد لقاءات تشاورية وورش عمل مع إدارة نادي الريان بهدف زرع الثقة في النفس وزيادة فاعلية الشباب في المجتمع وفق ميولهم واتجاهاتهم. ننتقل إلى السلامة، فقد نظم مركز قطر للدراجات النارية مرتبط بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري دورة تدريبية مجانية عن طرق التعامل مع حوادث الدراجات النارية. نتابع. نظم مركز قطر للدراجات النارية بطابط بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري دورة تدريبية مجانية عن كيفية التعامل مع حوادث الدراجات النارية والتي تستمر إلى يومين.
في البداية مركز بطابط نظم دورة الإسعافات الأولية، وهي دورة جدا مهمة وأنصح الدراجين كلهم أن يأخذونها. ليش؟ لأن لا قدر الله لو تعرضوا لحادث أو شيء خاصة في الشارع لازم يعرف شلون هو يسعف رفيجة، لأنه ممكن أن أي شيء بسيط زين يؤدي حياة رفيجة للخطر. طبعا مركز بطابط ما قصروا، نظموا هذه الدورة وارسلوا مسجات لكل الأعضاء الموجودين. الدورة بدون أي مقابل مادي، تجي تستفيد مش بس عن الدرجات النارية، حتى بشكل عام في حياتك الشخصية، شلون أنت تاخذ الإسعافات الأولية في بيتك، في شغلك، في الشارع، اللي شفت حد لا قدر الله تحتاج. وتأتي هذه الدورة في إطار خطة المركز لهذا العام، والتي تهدف إلى نشر مزيد من التوعية المرورية بهدف الحفاظ على الدراجين أثناء القيادة. وقد خصص المركز فعاليات لهذا العام تتضمن منها سباق الرول ريس الذي ينظمه المركز بمدرج طائرات مطار الخور. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة. نعم، وأيضا تابعونا وشاركونا عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات، ونتمنى لكم بقية سهرة ممتعة بإذن الله تعالى مع برامجنا. تمسوا على خير، مع السلامة.